أنا اسمي منى عيسى، يعني معروفة من رشيد أولاد. يمكن منشيت الأرض يعني معروفة على مستوى العالم كله، ناس تتفسح هنا، تفسح عندنا. تتفرجوا على البحر برضو، الحتة دي أماكن سياحية. بس واحد لو خرج بره البلد دي مثلا واجي كده، ابقى جاي من مثلا من طريق امبابه، شم ريحه البحر من على جنب. البلد دي مثلا كانت مثلا ارياف او بلد مثلا على قدها. أصبح الوقت البلد بقت مدينة، دي ما اسمها مدينة منشية القناطر. أنا طلعت لقيت أمي أصلاً بتبيع، اتعلمت البيعة منها والشراء منها ويعني إيه، وحبيت البيع والشراء، يعني البيع والشراء ده يعني في دم الواحد، بحبه لأني أنا ورثاه من والدتي. أمي بقى لها أكتر من حوالي 40 سنة 50 سنة بتبيع. أمي هي اللي عاملة السوق نفسه، السويقة دي. يعني مثلا كانت في واحدة الله يرحمها اسمها رابحة اللي مثلا جنبينا، وأمي دي اسمها صباح عيسى، هم اللي عملوا الشارع ده وخلوا الدنيا كلها تروح وتيجي على نفس السوق ده. بقالي 50 سنة في البيع والشراء ده، هي دي شغلتي من ساعتها، ساعة ما طلعت على الدنيا وأنا ببيع وأشتري. ومربية دي برضه بتبيع زيي، خليتها تبيع معايا. وعلمتها بس سبت لها البيع والشراء وأنا قاعدة لها. أنا كنت بشتغل من السوق القديم الأول الخضار اللي في إمبابة. وبعد كده بعد ما نقلوا السوق ودوهم العبور بقيت أروح العبور. وكنت وبعد كده بقيت أشتغل من القناطر وبقيت أشتغل من هنا. وبعد لما سبت لها الشغل هي بقى اللي بقت تروح وانا قاعده، زي اللي ما بقدرش اروح اي مكان دلوقتي. وربيت ست جدعان وبنتين دي واختها من هي الشغله دي، فليه الشغل غير كده؟ تعالوا دي 3 في 5، تعالوا. انا اللي جايبه. روح عند امي كده، روح عند امي. لما يجي بقى بقول له على طول. والدتي بتبيع خضار، بتصرف علينا بقى لها 15 سنه. احنا 5، 4 بنات وولد، اخواتي 3 في ابتدائي وانا في كليه تجاره، واختي في مدرسه تجاره برضو في سنه اولى وانا في سنه اولى. دي بتيجي من الجامعه بتاعتها على هنا. كلنا بنيجي علينا. لو عايزه قفص قوطه بتشتغل. انا ربيت عيالي دول تحت الدكه دي. هي بتشتغل وبتساعدني عشان نربي عيالنا. وباجي اقف معاها وبفرش معاها وبعدل معاها الفرش وبعمل معاها كل حاجه. لو عايزه اي حاجه بروح اجيبها لها، لان ده اكل عيش. بلدنا دي تعبان، فيها التعبان وفيها الحلو وفيها المبسوط والاخر، بس ما حدش عندنا بيدي حاجه لحد. يلا تعالوا
من ابوها يا بنت؟ من ابوها يا عود؟ يعني يخلي واحد زي جوزيانك ممعوش تعبان اهو، لازم نطلع معاه واشتغل معاه. بلدنا دي بالذات ما فيش حد يقول لا ده انا ما اطلعش الشغل، انا بنت فلان ما اطلعش، لا كله بيطلب. انا كنت قبل ما اروح مصر كده كنت بجمع واصيف، عنده ناس اللي هي شبعانه وعندها الارض ويجي يقولوا اطلعوا معانا لغايه نطلع ما عادي. بس لما ضهري بقى وجعني وكبرت كده ما قدرتش اجمع ولا صيف ولا اعمل الحاجات دي. حال على القد، معايا 7 بنات وولدين وابني معاها 4 في البيت، معايا برضو معايا ابن ومراته. العزبة دي حالتها تعبانة تعبانة يعني، لا فيها مستشفى لا فيها صيدلية ولا فيها مستوصف ولا فيها فرن عيش ولا فيها أي حاجة. معانا عيال عايزة تتجوز، بنات عايزة تتجوز، معانا شباب برضه عايزين يتجوزوا، وشباب مش لاقيين وظايف، دايرين تعبانين لا شغل ولا مشغلة. فقلنا أي حاجة تعاون معانا، طلعنا بشوية جبنة وشوية بيض وشوية توم. طبعا الغيطان اللي كاري واحد دي عايزه لمؤاخذة يبقى زي الجحش يشتغل. وانا بقتش فيه مروه للشغل، لاني بطلع بقى قلت مصر احسن لي، ولا حد يتحكم فيه ولا اتحكم في حد. تعالي يجي 30 سنه بشتري الحاجه وجدزي توفى بقى. يعني انا كنت وقت اختي انا في سلك صغير عن جوزي ما كانش بيخال. قال لي انت ايه رايك لو خدنا اختك لاخويا يمكن ربنا يكرمهم يبقوا عيالنا عيال. كده خدت اختي جابت ولد و7 بنات. جوزي بقى توفى وما خلفناش. قعدت مع اختي بقى عيال حملها تقيل وجوزها يعني على قد حاله بيشتغل يوم و10 لا ارزاق وجدع صغير وجاب عياله كلك نبوءه ال7 بنات والوالد. قعدت معاهم بقى حب اخواتي يجوزوني والناس بقت تجيني وقت ابدا. انا هود نفسي للعيال دقايق اجري واشيل واحط عليهم لحد ما يتجوزوا عيل عيل. بقى انت وغيرك وغيرك يقول لك الجنة، ده كل جوازه بحجه، كل ما تجوزي بنتي بحجه انت لك الجنة، انت مش عارف ايه. وما رضيتش اتجوز وقعدت عزمت بقى العيال دول بشيل بقى في جبنه وسمنه. احنا من بورتس وحالتنا على قد يعني اللي جاي على قد اللي رايح. طب الاسره دي تاكل وتشرب مننا. فكرنا ان احنا نشيل سمنه وجبنه علشان خاطر ياكلوا ونصرف عليهم وما مدش ايدينا نستلف حاجه من حد. 2 كانوا نازلين لنا من مصر مسافرين الكويت. الكلام ده من قيمه تيجي 20 سنه. وطبعا الزبده اللي بتروح مصر بتبقى مضروبه مخشوشه يعني. فنزلوا البلد الساعة 6 كده وقالوا عايزين واحدة بتبيع زبدة نظيفة وقالوا الفلاحين حاجاتهم نظيفة. كانت جنبي واحدة بتبيع بس أكبر مني في السن قد والدتي. قامت قالت لهم هي عيالة صغيرة عليا بقى. اسمها الهام بس زبدتها ما يعلاش عليها. قال لها طب وريها لي يا حاج. المهم عبدت عليا واحنا نايمين كنت في اليوم دي قاعدة وجايبة الزبدة امبارح. يعني أنا جبتها النهاردة قعدت بقى بكرة. قلت لهم في 15 كيلو عينهم لزباين من البلد. وانتم مستعجلين
قالوا ايوه ده هنسافر الليله دي، هنلحق يا دوبك ناخدهم الساعه 6 نروح نسيحهم وناخدهم. المهم ايه قالوا اديهم لنا، قلت لهم انا مش عايزه حقهم الا ما تسيحوا الزبده. قالوا لا انت خد فلوسك واحنا هنسيح، وادونا رقم التليفون بتاعك. اما خدوا رقم، كان اول بدايه خدوا رقم التليفون بتاعنا، اول ما روحوا سيحوا الزبده قالوا 100 100، ما الناس زيها في مصر كلها. جابوا لي 20 واحد من مصر بيجوني بقى بتكوسة ملاكي ياخدوا لهم ولاسرتهم، بيجوني ايام الخزين بس اللي هم من مصر اللي بياخدوا كميات كبيره دي، بيجوا ايام الخزين ايام شهر طوبه اللي فيه خزين السمن، ما بيجوش على طول. لما جيت انفرشت مع والدتي من حوالي 15 سنة أو 17 سنة كده، كنت أنا جيت قلت جوزي أنا هفرش وأبيعه بتاع عمي، عادي يقول لي لا ما تروحيش السوق وبتاع، قلت له لا عادي ضمي في السوق. حتى أمي أنا بقت يعني زعلانة، قلت له لا مش عايزاك تفرشي معايا وبتاع، صعبان عليا إن أنا أبيع يعني، قلت له عمرك ما خليتك تبيعي وكده، قلت له أنا هبيع معاكي لأن أمي كل واحدة بتخاف على بنتها، قلت لها انا هبيع معاك وبتاع. بعد ما اتجوزت بحوالي دي سنه كده وسنتين يعني، جيت اول ما افرش معاها على طول قالت لي ايه انا يعني هتقفي معايا؟ قلت لها اه. قالت لها خلاص انا ماليش دعوه بالشغل اللي يجي لك، وقفيني مثلا باليوميه معاكي، اديني يوميتي مثلا كل يوم، وانا ايه واللي دعوه بزرع مثلا كسب خسر ماليش فيه، لاني من 15 سنه كان بيع ما حد يعني غير الوقت خالص. كان الست مثلا في الايام دي بتنزل بالعربيه الكبيره الدوبل دي تبيع الحاجات دي في ثانيه. طبعا عشان ولادها وعشان بقى اخواتي برضك الصبيان برضك واقفين، وانا واحده متجوزه مثلا ازاي تجيبي بنتك تقف مثلا، كل واحد بقى بيبقى انت عارف ان برضك مهما كان الواحد بيبقى عايز ايه لنفسه اي حاجه. جيت انا قلت لها لا انا هقف معاك اديني يوميه واقف معاك وبتاع. بقت في الصراحه بقت في الايام دي تديني 40 جنيه 30 جنيه 50 جنيه، كانوا ليهم بقى من زمن كانوا يعني بالنسبه لي كانوا حاجات حلوه برضه. أنا بالنسبة لي كانت حاجة كويسة. جيت أنا بقى فرشت معاها وبتاع، قلت لها أنا جيت بقى قعدت معايا حوالي سنة كده. ما خدت على الشغل بقى وقعدت اتعرفت على الشغل إن أعرف أبيع وأشتغل. قلت لها إيه أنا أقول لك على حاجة، قالت لي قلت لها أنت إيه هقف معاكي. طبعا هي بقت أنا إيديها ورجليها. بقيت أنا أروح أجيب الزرع وأجي وهي بقى إيه خليتها إيه بقت إيه تقعد وأنا أروح أجيب لها الحاجة. طبعا أنا عرفت الشغلة إيه شغلتها ومصدرها يعني مصدر الشغل بتاعها. قلت لها لا انا الوقت ايه انا بتعب وانا مش هفرش تاني. قالت لي ازاي؟ قلت لها كده هتقسميني خليني اشتغل معاكي بالنص لما اجيش افرش معاكي الفرش. والله العظيم قالت لي يعني ايه يعني؟ قلت لها كده خلاص انا تعبت مش هروح الشغل ده تاني. طبعا هي ما قدرتش تستغنى عني، خلاص بقى انا بقيت ماسكه لها الحاجه الاداره بتاعت البيع والشراء ده زمان. قالت لي خلاص يا ستي انا خليكي بالنص. قلت لها انا لمسك الفلوس. والله العظيم رحت انا بقى ايه فضلت انا وهي نشتغل بقى مع بعض على كده، فضلنا انا مثلا هي تشتغل بالنص وربنا يكرمنا مع بعضنا بقى ايه يعني يطلع لنا اي فلوس مثلا كل خميس بقى نتحاسب، هي مثلا نص وانا النص. وقعدنا بقى فتره طويله لحد النهارده مع بعض انا وامي. هي بقى خلاص بقى ايه تركت الفرش خالص لان بقى سنها ما يقدرش يروح يجيب اي حاجه، وبقت عايشه معايا انا بقى الوقت. يعني مثلا بجيب البضاعه الشغل ملهاش دعم. تقعد بقى عايزه حاجه اجيب لها علاج اجيب لها مصاريف ملاش يدعوا باي حاجه، حتى عايشه معايا انا اخواتي الصبيان كل واحد لوحده، وهي يعني تقول انا اعيش واموت معاك انت. يعني شوف ما شاء الله عليها عندها 72 سنه تحب البيع لحد النهارده. حتى انا اقول لها اما تيجي تموت هنعديك على السوق. الموضوع بدا الاول خالص انا كان عندي بهمتين وجايباهم شركه من واحد وبعتهم، يبقى لما اصحابهم باعهم يبقى انا ما كانش عندي غموز للعيال دي. التاجر اللي شرب عطانا 50 جنيه خدتها ورحت السوق دي قلت اجيب بقى جبنه للعيال دي تغمس بقى اقعد يعني بمشي وحاجه زي كده. يبقى جبتهم جت واحده بتقول لي اديني وزن الجبنه، واحنا هين بقول لها وانا ببيع قالت والنبي تديني وزن الجبنه للعيال، قلت لها خد وزن الجبنه. والتانيه جت خدت ايه؟ المهم بعت بيها بال 50 جنيه دي اللي جبت بيها بعتها ب 60 خدت 10 جنيه. يبقى انا رحت تاني سوق، تاني سوق برضه بعت جبتهم واتباع جبتهم واتباعوا هنا. فضلت كده يجي سنه وانا اجيبهم ساعه اجيب ب 100 ساعه اجيب ب 150 من الحجر يعني كل مدى زود شويه.
كنت بصحى بدري، كان في احراج بقى للسواقين وهم طالعين بتوع العزبه، فكانوا بيحرقوا ابني، ابني كبير متجوز ومخلف، فكانوا بيحرقوه شويه. ليه يا ابني؟ قال لي لا، عليا الطلاق، ما تطلع على الفجر اركب من على الشرطه انا ما اقعد لك في العزبه خالص. يعني انت طب ليش؟ قال لي بقول لك ما تطلعيش تعرض نفسك للسواقين وللناس اللي بتبقى طالعه شغلها الفجر وانت واقفه على الشرطه وحديك. البلد دي اسمها الحجر، بس ناس يعني برضو غلابة وبيبيعوا يعني بقى حاجتهم دي برضو بيرزقوا فيها كده، اللي تجيب لحمة، اللي تجيب طبيخ، اللي تجيب مش عارفة ايه سوق. وموشان الوعد دي 40,000 نفر بتروح السوق دي، يعني واحدة معاها 7 عيال زي كده ولا 8 عيال ولا عندهاش حاجة تجيب من هنا للعمل الكبير، لازم تشتري ولازم تبيع. ولا قبض ولا غايه ولا، وهي نكته البيت دي. شوف بقى لما كل نكته بيت فيها 3-4 حقوق على 7 عيال يقضوهم كيه. جوزي كان بيتحل عليا، قلت له لا مش هسيب العيال، سواء انت موجود سواء انت متوفي انا قاعده معاك. كنا مجهودنا احسن 100 ما بنتعب، وبنقوم بقى الساعه 3:30 قبل الفجر نمشي على الخطر. اوصل هناك كام؟ 5، اجيب سمنه وجبنه واجي هنا 8. في سواق بيجيني هنا بعربيه لان ما ينفعش اخرج لوحدي في حصه زي دي في بلد بعيده قوي قوي. الفجر بيبدا بيشتغل السوق، اخلص 8 بالظبط اركب العربيه واجي على البلد هنا. في اشمون برضو بعيد عن الخطابه نفسها، بعيد قوي قوي، بخرج برضو الساعه 3:30 اشطب هناك 8 اوصل هنا 9 لاني بعيد قوي عن الجيعه دي. كنا حامدين ربنا وشاكرين فضله عمي، هي اللي هو كان جوزي بيقبض الله يرحمه. لما جاي توفى طبعا ما معاش عيال، بقوا ادوني ربع الاب ما يعملش حاجه. طبعا انا لو مش العيال دي انا ما كنتش رايحه بحري ولا رايحه هنا ولا هنا، كنت هقعد في البيت. انا ما انا رحت علشان ابوهم ارزاقي يوم شغال وعشرة لا. جايب 7 بنات وولد، والبنتين اتجوزوا وفاضل 5 من غير جواز، والولد يبقى 6.
ما عندناش لا ارض ولا بهايم، احنا ناس على قد حالنا كده. ان ما جبناش شويه الجبنه دول الحمد لله. اختار معاش ده انا ببيعه ربع. بس شيل 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 بس والله نعرف عن الزبد عندها مشكله. احنا على ما بنروح السوق ونقعدي عليه. خلص احنا لحد دلوقتي واحده معاش وجبنه في حله، واحده معاش وجبنه في جردن بتيجي جايباه. دول كذا يا ام مصطفى بيزنوا على الميزان واحطه في الحل. يبقى ده الميزان سليم ما خافش منه ولا في حاجه وحشه ولا بنزل بالسوق واشتري عاد بدل ما ولا بيركن ولا بايظ. خلاص هو اللي بزن به هنا اللي بزن به هناك في مصر. اي حته باخدها يعني انا باخدها معايا واجيبها معايا. انت بتتعمل علي بقى لانك انت هتاخد اعمل لك ايه؟ اما وزنها كلها بالخمس. اي اي ما تقعدي يا نفستي باخدها بياش جبنه بكيسه. نقول الوزنه دي بك نقول كله بكذا تقول لك لا 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 انا قلت لك حطي يا ام محمد انا ما اخدش جيبي ب 8 جنيه. لا لا ب 7 جنيه ب 10 جنيه. خدي هتنزل الميه. هي التجاره دي كلها تقوله كده وكلها وجع دماغ. انا بجري النهارده ورا العربيه دي والعربيه دي عشان اجيب زبونه تنزل لي سمنه وجبنه. يعني الحاجه دي ما بتجيش بالسهل. اه ما اجري اجيب دي واجيب دي واجيب دي. انا زبايني يا اختي واحده تمد ايديها على زبايني. عشان اعرف اديك شنو اقول لك. هاتي الكام ده الاول عشان ما تتهريش مني. لو ريا هتتهري مني على ما براها. علينا ما جبنا النبلة تاخدي بخير المصحف بخير يا شيخ. انا ما طرش بخير انا استخدم الحته اللي تنفع معاه. واحده ممكن تكون معاها وزن الجبنه ما ترضاش تديلك وتتعبت عارف من السماء للارض. ممكن تكون واحده معاها حل تقلت الحل والسامح فيها وتديها بثمن هو برضه. وابقى فيه جبنه حلوه وفيه جبنه وحشه مش كل الجبنه. اجي لبن ده ولا وبأسأل عليا لبن. وكانت مره عامله بقى اللي اعطتها 15 درهم الاثنين ولا كل السمن. في سمنه مغشوشه وفي سمنه حلوه وفي سمنه جديده. تفضل تقول مع الواحده لما تاخد الحاجه منها بالعافيه. بس لازم التفاصيل. كنت بجيب الجبنه من هناك ب 11 جنيه بياخدوها ب 11. اقول عشان اما تريح اكل من وراهم عيش. دلوقتي المسيحي صايم. السمنه والجبنه مريح. اما في الايام العاديه الثانيه كنا بنجيب الكيلو الجبنه ب 11 جنيه. النهارده احنا جايبينه بكام؟ ب 7 وب 6 ونص. الجبنة على 6.5 الحمد لله. 7 في 8 ب 14 وكيلو يبقى ايه 15 كيلو صح كده. اما الايام اللي كانت فاتت دي ما كانش فيه مسيحي صايم. كان الكيلو الجبنة من هناك ب 11 وب 10 بناخده من ايد الفلاحه ب 11 وب 10. وكلوا السمنة كنت باخده من ايد الفلاحه ب 55 ابيعه للتجار بال 55 اللي بيروحوا مصر يودوه ب 60 جنيه. النهارده كيلو السمنه بايه؟ ب 50 وب 47. ام سيد ام سيد هدول لك بخمسه عشان ام سيد تخلص السوق. خلصتها؟ يعني هتخلص وتقول لك بسبعة يعني طلع على بالسبعة فضة والخمسة فضة. طلع هبل على زمي وعلى عليا قبل كل حاجة أخذ منك بس بنهاية. ده لقط عين بعشرين جنيه بخمسين جنيه بمية جنيه. ياخدوا الفلوس وإحنا ناخد الجبنة وخلاص خلصنا لحد ما أخد كفايتي وهو عشان بيرش ويرش في جيبي. محدش ماليش حد عنده حاجة. أنا هاخد شوكة بدل بيرش باخد الجبنة اللي تعجبني عشان أعرف أبيع. لما هضطر دي لولدي ما اعرفش اخد جبنه ولا اعرف ابيع. انت بتمد ايدك لاش تاني 60 جنيه والنبي جات امهم الجبل
ده كله بياخد بتسعة وانا خدت بعشرة هاتك جنيه غيري وغيري ووفاء وسامية وكله كله اللي بيعمل كده. أي واحدة معاها معون بتملى ودنتها هاي اللي يجيب رد البهايم واللي يجيب عليه أو اللي يجيب مش عارفة إيش بالفلوس اللي بياخدوه اللي يجيب عش لعياله يعلم بربنا بقى. طبعا بيطلع لنا حسنة منيح بناخد فلوس الحسنة اللي بتطلع نجيب لحمة نجيب فراخ نجيب دقيق نخبزه نصرف على العيال. الزبونة بتيجي تاخد مثلاً 20 كيلو سمن توديهم مصر أقول لا أنا يعني رسمالي على قدي وقرشي بسيط تاخد 20 كيلو سمنة بعد يوم ولا حاجة تجيبيلي حقهم أعرف أبحر بيهم بدل ما أنا بستلف مثلاً من فلان من علان هات 1000 هات 500 لما أروح بحري واجي لا أنت ودي سمنتك وهاتيلي القرش بتاعي عشان أصبح أبحر بو تاني يوم تودي هتجيبلي 200 500 ويفضل عندها بقيه الايه ال 20 كيلو سمن كده تقوم تيجي تاخد بعد ما تخلص حساب بقى تخصم لك بقى 20 جنيه 30 جنيه كده هي اللي صاحبه السمن اللي بتاخد مننا احنا في بحري ما نعرفش نخصم جنيه اللي ليها جنيه تقول لك فكي من الجنيه عشان تديني جنيه شغلتي بحبها لان نعمه وبناكل منها عيش ما عمري ما اكرهها ما اكرهاش ابدا لان سترانا نحبها ربنا بيرزقنا منها وما بيمدش ايدينا لحد نعمه من عند الله هو حد يكره النعمه دلوقتي جبنا جايين القدام بيض زي البفته البيضه والبيض اللي انا خدتيه انا 13 يا اختي تصبي 12 طالعه لك بحله يا مختلف كده اهو ناشفه حديد ما عجبتنيش الزبون بيحب الحاجه الناعمه انا خدت شويه سمنه حلوه تعالى خدوا المره الجايه انا بقى انا باخدها ب 55 جنيه في شهر طول كنتش باخدها ب 55 في شهر طوبة على 7 و بتقول لك 8 يا كنت بدفع للزبون عشان هو شايلني صفر شيت لحقه اعمل اكل واحد زوم الفلوس اللي هبحر بها بكره صرفتها النهارده مش هعرف اروح الواحد عاش حياه كتير صعبه مفيش حاجه بتيجي بالسهل ولا الواحد يعني مثلا كل ما الواحد يتعب يقول الحمد لله ان الواحد عنده صحه مهما الواحد يتعب بس الصحه موجوده احسن من كل شيء احنا بنجيب الزرع يوم الاربعاء عشان احنا عندنا هنا بيبقى يوم الخميس سوق كبير طبعا بنتي دي يوم يعني يوم الخميس بالذات ما بتروحش مثلا الجامعه وبتقعد تبيع معايا في السوق بتروح تجيب لي الزرع ده من نكله هي اللي بتروح هي كل حاجه انا صراحه بتروح تجيب لي من نكله من اي حته هي اللي هي اللي بعتمد عليها دلوقتي عشان انا دلوقتي ما ينفعش ان انا امشي في اي مكان لقيتها بتبيع خضار واقفه مع ستي وكده امي بتبيع وستي بتبيع لقيت نفسي صغيره ما اعرفش اتعلمت منها حاجات كتير عامه يعني كل ما بتتكلم مع الناس دماغك بتكبر يعني بتعامل مع ماما مع غيرها ما تروح مثلا بلاد بعيده تعلم مع يعني تتعامل مع ناس كتير تحس ان انت دماغك بتكبر اكتر عايزه واحده كوسه ماشي واحده خيار ماشي واحده ماشي. شطه ماشي واحده فلفل رومي ماشي حاضر تعديت خيار يا حاج وبرده الفضل يرجع ليها عشان هي اللي ايه يعني خلتك برضو تفهم الدنيا يعني مثلا بتكلم مع ده تقول لي كلمي كذا اتكلم معاه كذا كده اول حاج
16 كيلو. لكن قال على جنب جنب كيلو انا اهو. وبعد كده بخش اقفل حسابي وبمشي وباخد بقى الحاجه بركب تكتكي يروحني. يعني علمتنا تسوق ازاي، تجيب الحاجه ازاي. ما شاء الله عليها، هي كننه تروح تجيب لي الزرع وتجيب الخضار وتفرش معايا، وعندها فرش بفرش لها يوم الخميس فرش كبير تقعد عليه. طول شهر رمضان انا بفضل معاها، بنزل معاها السوق وبنزل نجيب خضار انا وهي، وابويا برضو معانا، وعندي اختي التانية بقى اللي هي الصغيرة برضو بتساعدها، بس يعني مش زي، لان امي فهمتني انا اكتر، يعني خدتني انا معاها كتير، لففتني معاها كتير. يعني مثلا اروح تجيب لي كل حاجه تجيبها لي، زرع تجيبه لي، خضار تجيبه لي، اوديها في اي حته واعرف اللي بنتي رايحه وراجعه ازاي، لان انا ربيتها وعارفه مصدر تربيتها ايه. بنركب حاجتنا، نحمل الحاجه الصبح ونروح هناك، وياخدنا يلف بقى بلاد ويخش البلد دي ويطلع من دي. تعب علينا برضه، بس احنا بالنسبه لينا ما نقدرش نشتغل في اي حاجه ثانيه غير كده. ده هم شويه الجبنه وشويه البيض كل شويه الطوق. ساعه نطلع من هنا الساعه 2 في الليل، ساعه نطلع الفجر. بنركب مع سواق عربيه مكهربه. مشوارنا بعيد وانا مقدرش نجينا كل يوم ونروح. فكرنا ان احنا ناخد الشقه دي، الشقه زي ما انتوا شايفين، ولا سرير ولا دولاب ولا حاجه تلم حاجه. والله اما كلمتنا الست سناء قالت تعالوا روحي معايا، قلت لها مش هعرف ابيع ولا هعرف اسلك هناك. قالت لي لا ده ناس كويسين واحنا ناس طالما في نفسنا محترمين ونغلق ما نزعلش حد، ما حدش هيزعلني. فجيت معاها برضه بشويه الجبنه وشويه البيض وشويه التوم. فهي يعني لها الفضل عشان هي اللي ساعدتنا وجابتني. عشان هي كبيره عني اتونس بيها، محدش يقدر يكلمني معنى الاصح وهي معايا. مسافه بين السوق وبين السكن بيبقى الواحد بيلقط النفس بالعافيه. استنى يا ام محمد خدي. انا اضعف يا بتشيني. اصبر اصبر هنمشي مع بعض اهو. هتسكت انت بقى ولا ايه؟ تعالى شين. هتقدر تشيني؟ طب امال بتتكلم ليه؟ Thank you.
قصدي نزل يا اوعك غنع. وده ما العربيه مكانك كده هتقعد ازاي؟ عارفه سدها كده لاقي والجزار ما بيطلعش من قليل. صباح الخير. هات له الشنط يا ام محمد. عبى لحد البيت ما تجيب له الشنط. يسلم خاط جوز ولا ثلاثه كده اربعه. يا منك شنطه واحده. طيب يا محمود. دي الحلوين طراز. تجيبني تقول له طيب. لا بلاش دي، حط دي ودي. هم ده كده ربع كيلو؟ لا 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 الصغير دي. ده كده اكتر من ربع بس ما هكلمش. تنزلني ولا خلاص؟ لا خد. حط لا هات لي انت فك. عشان لسه معيش فكه والله. انا جيت هنا دي لي 3 سنين دلوقتي. قعدت اول ما قعدت قعدت جوه عند الجمعيه هناك. رجعت لقيت الشيال تقيل عليا جيت هنا. قعدت هنا. قلت لعم حماده دي انا اقعد هنا يا عم حماده ابيع شويه الحاجات دي. قال له اقعد. انت منين؟ قلت له انا من فنزويلا. قال لي جاي تبع مين هنا؟ قلت له جاي تبع ربه. قعدت مكاني كده. قعد الجزار يقول ما تقعدوش اللي جرانا دي الشارع كله اتلم عليها قال له سيبها ده بتاكل عيش ما حدش ليه دعوه بيها. قال بتلم الدبان على الدكان عشان الجبنه والبيض والحاجات. قال له يا ما حاش بالها بتبيع عشان تلم الدكان تلم الدبان ده بتبيع حاجات اخر حلاوه احسن من اللحمه بتاعتك. اللحمه بتاعتك اللي بتلم الدبان. باجي من منشيه البكري. من وانا صغيره كنت باجي مع امي. امي كانت بتروح تشتري الحاجات ديك وانا كنت اجي ابيع معاها. وبعد كده بقى اتجوزت وخلفت وبعد كده جيت بقيت اشتري شويه حاجات واجي ابيع. ويطلع لي الام تعيش واروح اجيب حاجات لاولادي والحمد لله العيشه ماشيه يعني. نقل اللي انت عايزاه يعني. المصاريف كتير وجوزي بيشتغل يعني شغلانته على قده. ده بيبقى بجنيه والله بجنيه عشان ما خمسة سبعين. شوفي عاملة ازاي؟ هي فيها خد اللي انت عايزاه. فبساعد معاها عشان العيشة. عايزة نص؟ طب خد ورقة الجرجير بالنص. تريك فلفل؟ ما انا مش معايا نص. تاخد بقدونس؟ ما بعرفش الفلفل. فلفل؟ طب افتح الشنطة. بعت ايه؟ خمسة. افتح الشنطة. انا بصحى حوالي الساعة 5 بعمل شغلتي في بيت جوزي قبل ما امشي وبعد كده اجي اروح اشتري الخضار واجي ابيعه. اروح بعد العصر العصر اروح لابني اروح اجيبه من الحضانه ويشطف ويتغدى ويكتب واجبه وينام واشوف الصغير كل يوم كده بقى على الموال ده. شوف عيالي اللي سايباهم من يوم الجمعه للنهارده السبت الجمعه والسبت والحد والاثنين 4 ايام انا بقعد معاهم جوزتي ما فيش غيره في البيت وما بحوزهمش كمان بدور الف على الحاجه دي واجيبها على ما باقي لحد هنا. الشنطه الثانيه يا بنت. خير. خدي لك 6 يعني هقول لك انت بقى خدي 5 انا بدي الـ5. ممشيشه اجيبها لك. الممشيشه؟ اه. 3 بجنيه. بتيجي الثلاث تقعد الثلاث والاربع والخميس وتروح وتقعد الجمعه تروح السبت. انا بقى الجمعه بقعد هناك كده عند الشيخ حسني وارجع انقل هنا السبت. مش حد مرتاح في المكان هنا
ده بيزعق وده بيتكلم وده مش عايز نقعد، وبفضل اشيل من هنا لهنا، تعب برضه يعني. كل ما ده كل ما بقوم من حته لحته وهي ادينا ماشيين. انا ماليش زبائن مخصص، كل حاجه رزق ربه. اللي معدي بيشتري بيمال عليه ويشتري، اللي عاوز بيمال عليه واللي مش عاوز بيروح لغير، كل واحد ونصيبه. يعني احنا هنا تقريبا اربعه من بلد واحده، قدام برضه بيبيعوا نفس الحاجه اللي انا ببيعها دي، معاهم كرنب بس برضه الكرنب غالي ما قدرتش اجيبه. معاك باميه؟ لا الباميه لا. غاليه. أول مرة نزلت السوق أنا كنت بسافر. أنا لما نزلت لقيتها مرة واتنين وقاعدة ومفيش حاجة، مفيش مشاكل معاها ومفيش ما بتعملش حاجة غلط، وقاعدة في مكان الناس كلها بتحترمها وبتقدرها، مفيش حد بيغلط فيها ولا هي بتغلط في حد. فلقيت إن الحكاية يعني مفيهاش حاجة عيب أو مفيهاش حاجة ما بتجيبش مشاكل أو ما بتجيبش حاجة غلط. وقفت معاهم، أنا نفسي وقفت معاهم. انا باجي بنزل اجازه بقف معاها عادي، اي وقت عايزه مني اي حاجه بروح اعملها لها وبقف معاها عادي، ولو رايحه تجيب زرع من اي مكان بروح معاها بالعربيه، ناخد عربيه ونروح نجيب بالعبور من 6 اكتوبر من القناطر من بابا من اي مكان بنروح نجيب اللي هي عايزاه. يعني الحمد لله، ولا مثلا ان احنا مثلا نتخانق عشان خاطر بيع وشراء، لا هو من زمن عارف ان احنا مثلا بنقدم للاحسن، هو برضه بمجهوده برضه بتعبه ومربي عيالنا. يعني مثلا احنا الاثنين احنا معناش شهادات، ولا ابوهم معاهم شهاده ولا انا معايا شهاده، بس انا حابه ان انا اعلم ولادي عشان مع الوقت حتى لو انا ما عنديش راس مال، راس مال ان انا اعلم عيلتي واوظفها وتقول الله يبارك لك يابا ويامه وسبتنا مرتاحين البيت.